مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم كيف منروب لبن. عنا لتر ونص حليب سائل، بحطهم على الغاز، بس غلى الحليب بهيدا الشكل قبل ما يفور. هلا منطفي الغاز ومنحطه بوعاء. هلا بحطهم على جنب ليصيروا جاهزين للترويب ومنكف الطريقة مع بعض. هلا بتأكد بعد ربع ساعة بتأكد من الحليب إذا صار جاهز للترويب مع بعض. بسم الله بالإصبع بعد للعشرة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ما عادش نتحمل الحرارة. عندي هون حوالي بالكاسة 150 ملي لبن، ممكن 100 ملي، ما في مشكلة. بحط شوية حليب فوقهم. بسم الله بحركهم مع بعض منيح. وبحطهم فوق الحليبات. كمان بحركهم منيح لهولي. بسم الله الرحمن الرحيم. بغطي المطبقية منيح. بسم الله. كمان عندي حام خاص بروق فيه لبن، هيدا خاص للبن، هيدا الحرام. بغطيهم منيح بهذا الشكل. هلأ بتركن أقل شي 9 ساعات، وأفضل إذا تركتن ليلة كاملة مغطيين بهذا الشكل. هول اللبنات بعد ما تركتن ليلة كاملة تحت الحرام، لنشوف كيف طلعوا مع بعض. بسم الله، هيدا الشكل النهائي، شفتوا؟ اسم الله، هيدا الشكل. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.